بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نحن الآن في بيت الله الحرام وبجوار الكعبة الشريفة، ونحن الآن في الليل لا في النهار، والليل والنهار كلمة ما أكثر ما نكررها، ونحن في شهر جمادى الأولى، ونحن في عام 1441، وهذه كلها كلمات الليل النهار الشهر العام الساعة الدقيقة. فيسأل بعضنا بعض: كم الساعة؟ ومتى نلتقي؟ وبعد كم من الوقت نلتقي؟ وإذا تعاقدنا في الإجارة فنذكر العقد يبدأ من يوم كذا، من شهر كذا، وينتهي في يوم كذا وشهر كذا وعام كذا. فنجد أن هذه الكلمات وهذه المصطلحات دارجة في حياتنا، وما أكثر ما نستخدم هذه الكلمات في مناحي الحياة. وإذا جمعنا ذلك كله وقلنا: هل هناك شيء يجمع هذا الأمر؟ فنجد أن علماء اللغة يسعفون ويقولون: هذا ظرف الزمان، كما أن هناك ظرف آخر اسمه ظرف المكان. فظرف الزمان يدخل فيه كل ما يعبر عن الوقت والزمن، كما أن ظرف المكان يدخل فيه كل ما يعبر عن المكان. وما هي القضية؟ وما هو الشأن؟ وهل هذه قضية تستحق أن نقف ونتأمل فيها وأن نجعل لها وقتا نجلس لكي نتذاكر فيه شأن الوقت؟ يوم أن سمعنا المؤذن، فالمؤذن وهو يردد الكلمات أليست قد أخذت منه وقتا؟ وعندما سمعنا أليس قد أخذ منا وقتا؟ وعندما رددنا معه أليس قد أخذ وقتا؟ وعندما وقف الإمام وكبر هذا التكبير الله أكبر أليس قد أخذ وقتا؟ وعندما قرأ الفاتحة أليس قد أخذ وقتا؟ وعندما سمعنا قراءة الفاتحة أليس قد أخذ منا وقتا؟ وغيرنا في مثل هذا الوقت أليسوا هم ممن على ظهر الأرض شاركونا في هذا الوقت؟ ولكن هل كل من على ظهر الأرض كان عمله مثل عملنا؟ الجواب لا. إذن هذا الزمن
هو ظرف يمتلئ بماذا؟ يمتلئ بما يفعله الناس، بما يفعله العباد. المسلم أي شيء يريد أن يعرف قدره، أن يعرف مكانته، أن يعرف ما هي منزلته، أن يعرف ما هي قيمته، إلى أي شيء يلجأ، وإلى أي مرجع يرجع، ومن يسأل، وهل هناك بالنسبة للمسلم شيء في حياته لا يسأل عنه أو لا يعرفه؟ أساس المسلم وأساس الانتماء لهذه الكلمة المسلم والإسلام، المسلم ينتمي إلى شيء اسمه الإسلام، والإسلام دين، والمرجع لهذا الدين هو وحي نزل من عند الله عز وجل. فالمسلم إذن هو هذا الإنسان الذي يرجع إلى وحي ربه عند كل شيء في أمور حياته لكي يدرك ما هي قيمة هذا الشيء في وحي ربه جل جلاله. المسلم هو هذا الإنسان الذي فهم أن الإسلام عقد، الإسلام عقد بين من ومن؟ بين المسلم ومن يسلم له. وأنت تسلم لمن؟ إذا كنت مسلما فأنت قد أسلمت لله، أسلمت وجهي لله. فالإسلام عقد، مقتضى هذا العقد أن هذا الإنسان لا يفعل في جسده وفي حياته شيء إلا أن يعود إلى وحي ربه، وأن يعرف ماذا في وحي ربه عن هذا الأمر ثم ينطلق. هذا مقتضى العقد، عقد الإسلام، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بمعنى أنه خذوا أنفسكم وما تملكون وألقوا هذه النفس وما تملكون في حياض هذا الدين ليحكمها وينظمها ويسير أمورها. هذا مقتضى الإسلام، وهذا مقتضى عقد الإسلام. ولذلك عندما فهم سلف الأمة هذا الأمر، نضرب مثالا أو مثالين، فهذا الحسن البصري الإمام التابعي تلميذ أنس يقول: منذ 40 سنة لم أتكلم بكلمة، ولا مددت يدي إلى شيء، ولا خطت قدمي خطوة، حتى وقفت وسألت نفسي: هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله؟ إن كان يرضي الله أقدمت وأقبلت، وإن كان لا يرضي الله أحجمت. وهذا سفيان الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك، أردت أن تحك رأسك، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. أنك لو بحثت ستجد أن لمن أمرك الله بالتأسي به أنه ورد عنه طريقة في حك الرأس، فابحث عن ذلك لتقتدي وتتأسى بذلك. ويقول حاتم الأصم: نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد منهم اتخذ لنفسه عدوا، وجدت أن كل واحد في حياته من يدافعه ويصارعه، واحد خصومته مع جاره، واحد مع أهله في بيته، واحد مع أولاده، واحد مع صديقه، والتاجر مع من بجواره. قال: فقلت: يا حاتم، من عدوك أنت؟ تعادي من؟ من الذي تجعله عدوا لك؟
قال فرجعت إلى كتاب ربي ليعلمني ويحدد لي من هو عدوي الذي أتخذه عدوا. قال فوجدت في كتاب ربي أنه ليس من ضربني عدوي، وليس من أخذ مالي عدوي، وليس من شتمني عدوي، ولكن وجدت في كتاب ربي أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن يخرجني منها وينقلني إلى معصية الله. قال وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه المواقف التي أشرت إليها هي تعطي هذه الدلالة لعقد المسلم الذي وعى ما معنى العقد وأدرك ما معنى عقد الإسلام وفهم أن الإسلام استسلام، وأن الإسلام وحدة مصدر تلقي ومرجع، وأن الإسلام خضوع وانقياد، أن الإسلام إخراج العبد من الإنقياد لهواه فيخضع لربه ومولاه. الإسلام يخرج العبد من أن يكون عبداً لهواه فينقله ليكون عبداً لربه ومولاه، هذا هو الإسلام. وأنت بين أمرين، إما أن تحقق الإسلام بحقه فتعلم أن الإسلام أن تكون عبداً لربك ومولاه، وغير الإسلام أن تكون عبداً لهواك. فإذا أدركنا هذه الحقيقة العظيمة في عقد الإسلام وفهمنا، فنحتاج قبل أن ندخل أيضاً إلى تفاصيلها أن نرتقي أعلى، لأن الإسلام يريد من أهله بعد أن يفهمون ما معنى أن الإسلام عقد، وهو يبين أنه لا إكراه في الدين، وأن الإسلام يبنى عن تلك اليقينية والقناعة والرضا، وأن الإنسان يرى أن ما هو عليه حق والله هو الحق جل جلاله. فحتى تفهم هذا الأصل ثم يدخل الإنسان في تطبيقه بكل قبول ورضا وطمأنينة، فنجد أن الوحي يؤسس في قلب هذا الإنسان مقومات هذا القبول ليصل إلى الرضا، لأن الإنسان يطغى إذا شعر أنه مستغن عن ربه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن أنه مستغن عن ربه. فنريد قبل أن نأتي إلى قضية الوقت أيضاً نقف وقفة لنرى الوحي كيف يبني عند الإنسان مقومات هذه القناعة أن يخضع لكل ما جاء في الوحي. فتأتينا الحقيقة الأولى والبرهان الأعظم أنك مخلوق وأن الله هو الخالق، وأن كل ما حولك مخلوق وأن الله هو الخالق. الله خالق كل شيء، ويفتح لك بعد هذا الإخبار بأنه الخالق يفتح باب التحدي. السماوات والأراضين أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن قلتم أنتم فأثبتوا، إن قلت فلان فأثبت، إن لم تستطيع فاعلم أن الذي خلق هو الله. الله خالق كل شيء. وأول ما نزل من القرآن تذكير بهذا البرهان، قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخلق، ويذكر الخلق ثم يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق.
إذن هذه القضية الأولى، ومن الذي منا كان مريدا لوجود نفسه في الدنيا، ومن الذي أراد وجودك الذي خلقك وأوجدك من العدم؟ الله جل جلاله. فأول ما يذكرنا كتاب ربنا لتبنى هذه القناعة واليقينية بقبول ما جاء في وحي الله، فأول أساس يبنى برهان الخالقية، أعظم برهان جاء في القرآن، أن الذي خلق هو الله وكل من سواه مخلوق جل جلاله، الله خالق كل شيء. فنجد أن في ضمن ما ذكر الله من الخلق قضية الوقت، ظرف الوقت، ليل ونهار، من الذي خلق الليل والنهار؟ الله. الله. كما أن ظرف المكان للإنسان الأرض، من الذي خلقها؟ الله. ومن في هذا الظرف الزماني أو المكاني؟ هذا الإنسان، من الذي خلقه؟ الله. فأنت مخلوق، وظرفك المكان الذي تتحرك فيه مخلوق، وظرفك الزماني مخلوق، فالجميع مخلوق لخالق عظيم هو الخالق جل جلال، وأنت المخلوق. ثم بعد الخلق الإخبار عن الملك، الذي خلق يملك، والمخلوق لا يملك ملكا حقيقيا، فالله عز وجل المالك، المالك لكل شيء، وليس شيء مملوك لأحد ملكا حقيقيا إلا للواحد الأحد جل جلاله، فهو الذي يملك كل شيء، مالك كل شيء هو الله، وخالق كل شيء هو الله. من العليم بهذه المخلوقات؟ الله هو العليم، لأن الذي خلق وأوجد من العدم هو الأعلم، ولذلك من أسمائه جل جلاله العليم، العليم سبحانه وتعالى. فخلق الأشياء بعلم، وخلق الأشياء وهو يعلم حقائقها، وخلق الأشياء ويعلم ما فيها من المنافع والمضار، وخلق ذلك كله بقدر وتقدير وعلى أحسن نظام وأتمه وأكمله، الذي أتقن كل شيء خلقه. والإتقان يستلزم علما، فالله هو العليم. ولذلك من يريد أو يزعم أو يتبجح ويرى أن أعلم هو بمصالح نفسه بما يفوق علم الله، فأي قبح أكبر من ذلك؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخالق لا يعلم عما خلق، والمخلوق يعلم أكثر من علم من خلقه. من يقول هذا؟ وهل يكون هذا، من يقول هذا، هل عنده مزعة من العقل؟ هذا هو الإنسان الجهول الذي يدعي أنه يعلم أكثر مما يعلم الرب، عندما لا يرضى بحكم الله وأمر الله وما والحقائق التي ذكرها الله، ويظن أن عنده ما ليس في وحي ربه. فالله هو العليم جل جلاله، وعلمه مطلق، كل شيء كان في القديم الله يعلمه، كل شيء كائن الآن الله يعلمه، كل شيء سيكون بعد الآن الله يعلمه، كل شيء لا يكون فالله يعلم لو كان كيف يكون، له العلم المطلق. وكم في القرآن من فتح باب التحدي في باب العلم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه
يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور. والإنسان إن نام لا يدري أين باتت يمينه، والإنسان لا يدري ما يفعل أهله في اللحظة إذا كان بعيداً عن بيته، والإنسان إن مات لا يدري ماذا يكون بعد موته، والإنسان لا يدري ماذا يكون ماذا كان على ظهر الأرض قبل وجوده. من الذي علمه محيط؟ الله، فهو الذي خلق وهو الذي يعلم. والعقل السليم يقبل لذي العلم، والله هو العليم. فليست القضية فقط أن الله قال هذا أمر إلزمه، ولكن الله أظهر لك وهو الذي خلقك وأعطاك هذا العقل، فلذلك أعطاك ما يشبع عقلك ويملأه قناعة. ما هو؟ أنه عرفك بربك، عرفك بربك أنه الخالق، عرفك بربك أنه المالك، عرفك بربك بأنه العليم، وعرفك بربك بأنه الحكيم. لا يضع شيئاً إلا في موضعه، ولله الحكمة البالغة. لا يأمر بشيء إلا فيه حكمة، ولا ينهى عن شيء إلا فيه حكمة، لا يرفع شيء إلا لحكمة، ولا يضعه إلا لحكمة، لا يمدح شيء إلا لحكمة، ولا يذم شيئاً إلا لحكمة. فالله يجل عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لأنه الحكيم، وأنه جل جلاله الخالق المالك العليم الحكيم، حين أمر وشرع فإنه هو الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ رحمن الدنيا والآخرة، فاسمه الرحمن الرحيم الغفار التواب جل جلاله. فإذا تأملت في هذا الجانب وفتحت هذا الأمر الذي هو أعظم العلوم وأشرفها وأوجبها، أن تعرف ربك، ليكون هذا العلم هو الذي يبني ويؤسس في قلبك ويكمل الفطرة التي في صدرك بأن العليم جل جلاله هو صاحب الحق الأوحد أن يعبد، وأنه صاحب الحق أن يشرع لك. إن الحكم إلا لله فلا تعبدوا إلا إياه. فإذا تأصل عندنا هذا الأمر بكمال الوضوح، وهي قضية لا بد أن يستمر الإنسان في تذكير النفس، لأن أعظم ما تكون الخصومة من إبليس عليك حين تعتني بهذا العلم العظيم ملء صدرك بالعلم بالله جل جلاله، أن يمتلئ قلبك تعظيماً لله وتكبيراً لله واستحضاراً لمعية الله، معية الجلال والعظمة. فإذا الإنسان دخل على الوحي من هذه البوابة، بوابة علمه بربه جل جلاله، فيختلف عن إنسان لا يعي هذا الأمر بوضوح ثم يأتي إلى وحي ربه. فرق بين من يقبل على الوحي والقلب مملوء يقين بأن الحق كله في هذا الوحي، وبين من القلب متعلق بجهات كثيرة
ويتنازع تتنازع هذه الجهات في أن تغذي قلبه، وبين من رأى أن الوحي هو مرجعه وهو مصدره، وهذا الفارق. والله يريد فلا يكن في صدرك حرج منه، أن لا يكون في صدرك حرج من وحي الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس وبهذا المنهج وبهذه الطريقة نأخذ قضية الوقت التي رأينا أنها حاضرة في حياتنا، حاضرة، كل شيء نفعله لا بد له ظرف زمان، نتعامل مع الناس نردد كلمات تعبر عن ظرف الزمان، تواعد إنسان وقت، تجلس مع إنسان قضيت وقت، تتعاقد على إيجار وقت، تعمل عند إنسان بمدة وقت، تنام في وقت، تستيقظ في وقت، أعمالك كلها يكتنفها وقت. فإذا ما دام الأمر بهذه الكيفية، إذن المفترض ماذا أقول؟ الوقت هل هو موجود في كتاب الله؟ ماذا قال الله عنه؟ ماذا أخبر عنه؟ ما هي مكانته؟ ما هي قضيته؟ هل لله عز وجل تدبير؟ وهل لله حكم فيما في قضية الوقت؟ إن كنت أنا واعي للأمر الأول، فكل منا المفترض أنه قد رجع إلى كتاب ربه ليسأل عن قضية الوقت، أين الوقت في كتاب الله؟ فعندما نعود إلى كتاب ربنا ماذا نجد في القرآن عن الوقت؟ أول ما نجد أن في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه هو خالق الوقت، خالق الزمن. فكم نجد في القرآن ونحن نقرأ ونحن نسمع إخبار الله عز وجل أنه هو خالق الليل والنهار؟ أليس هذا قد قرأناه؟ أليس قد سمعناه في القرآن؟ هو الذي خلق الليل والنهار. إذن هذه واحدة نجدها في كتاب الله، إذن لا بد أن نؤمن، والخالق للشيء مالكه. ومن الأحق بالتصرف في الشيء؟ أليس مالكه؟ والذي يتعدى على ملك غيره أليس هذا متعدي وسارق؟ إذن هنا أول قضية عندما نقرأ أن الله أخبر أنه هو خالق الليل والنهار ومالك الأرض والليل والنهار، إذن هو صاحب الحق أن يتصرف فيه، وأن كل من يريد أن يتصرف لا بد أن يستأذن من مالك الشيء، وإلا يعتبر متعدي. وهذا أدب المسلم، فهو يتعامل مع الأشياء عندما رجع إلى الوحي فأدرك أن هذه الأعضاء ملك لخالق مالك، الأرض ملك وما فيها ملك لخالق مالك، الليل والنهار ملك لخالق مالك، والقرآن يؤدبه أنك لا تتعدى على ملك غيرك إلا بإذنه. فلذلك المؤمن يستأذن من ربه في كل ما يفعل مع جوارحه وفي أرضه وفي ليله ونهاره. إبراهيم بن أدهم من وعاظ سلف هذه الأمة، جاءه شاب قال يا إبراهيم أريد أن تنصحني وأن ترشدني لعلاج مشكلة ما استطعت أن أعالجها في حياتي. ما هي؟ قال أرهقتني الذنوب والمعاصي وأتعبتني نفسي، أفعل المعصية فإذا انتهيت ندم وتألم فأتوب، ولكن ما هي إلا فترة ثم أعود، أريد علاجا. قال الأمر
هين ويسير. ما هو؟ قال 5 أشياء إن استطعت أن تفعلها فبعد ذلك ارتكب ما شئت من المعاصي لن تضرك، فقط افعل هذه الأمور 5. قال ما هي؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه، ابحث عن رزق الله ما خلقه، كله وتقوى به ثم اعصي الله. قال إبراهيم كيف وكل ما في السماوات والأرض ملك لله؟ قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه ثم تعصيه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن أرض خلقها خالق غير الله وارتكب واعصي الله فيها كيفما شئت وقل هذه ليست أرضه. قال إبراهيم هذه أكبر من الأولى، السماوات والأرض وكل هذا الكون ملك لله وخلق الله. قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه؟ قال زدني. قال إذا علمت أنك تسكن في أرضه وتأكل من رزقه فإذا أردت أن تعصيه ابحث عن مكان واختبئ حتى لا يراك الله فيه ثم اعصه، اذهب مكان الله ما يراك فيه واعصه بعد ذلك لن تضرك المعصي. قال يا إبراهيم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر؟ الشيء الذي في صدرك ما تكلمت به. طيب ما هو أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد قد علمه الله أنك ستفكر فيه في الغد في مثل هذه اللحظة. لو كنت من الأحياء هل تعلم الآن ما هو الأمر الذي ستكون يشغل ذهنك؟ من منا يعلم أنه سيكون حيا حتى يعلم أنه في أي شيء سيفكر؟ قال يا إبراهيم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه تسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ هل أنت عندك عقل؟ بأي جرأة أنت تفعل مثل هذا؟ قال زدني. قال إذا جاءك ملك الموت وكل هذا ما نفع وما زلت على المعصية فقل له أخرني ساعة حتى أتوب حتى لا تموت على المعصية. قال يا إبراهيم أليس الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذن لماذا تسوف وترتكب وأنت لا تعلم متى يأتيك الموت؟ قال زدني. قال إذا كل هذا ما نفعك وجئت يوم القيامة ولقيت الله على هذه الذنوب والمعاصي وأمر الله بك ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار لا تذهب معهم وقل أنا ما أريد أن أذهب معكم. قال يا إبراهيم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف ترجو النجاة؟ والشاهد هو كيف كان أهل العلم يذكرون هذا الإنسان بقضية الخالق، برهان الخالقية. الذي خلق الأرض هو الله، الذي خلق ما تأكل وتتقوى به هو الله. فإذن الله جل جلاله نجد في القرآن أن مما يخبرنا الله عنه أن الزمان ليل نهار الذي خلق ذلك هو الله، الذي يملكه هو الله، فهو صاحب الحق فيه. إذا ليس من حقك أن تملأ ظرف الزمان بما لا يريده مالكه وصاحبه، وإلا كنت سارقا. لو أن إنسانا سرق مرة واحدة لبقي هذا الأمر مذمة له طول حياته. فتخيل من يسرق دقيقة وبعدها دقيقة وبعدها ساعة وبعدها يوم وشهر وسنة
وهو يفعل في هذا الزمن كما يريد ويرى أنه صاحب حق، وينسى أن الزمن له مالك وهو الله جل جلاله. ونجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الزمن سيكون موضع السؤال يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. سيكون محل السؤال، ستسأل عن هذا الزمن، ستسأل عن الدقيقة، ستسأل عن الساعة، ستسأل عن الشهر، عن اليوم، كل ذلك سيكون محل السؤال لنا جميعا. سنسأل عن ظرف الزمان وبأي شيء ملأناه. لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه سيسأل الله، فبأي شيء ستكون الإجابة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم كذا وفي ليلة كذا وفي نهار كذا وفي ساعة كذا وفي شهر كذا، كل ذلك محصي مكتوب. لا يغادر الكتاب شيئا، والإنسان موقوف بين يدي الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيقف الإنسان ليعرض عليه الكتاب بأيامه ولياليه، بساعاته ودقائقه وثوانيه، ولا يغادر شيئا. فالله أخبرنا عن ذلك، عن الزمن وكيف سيكون حضوره في ذلك اليوم عندما يأتي الزمن محمل بما وضعته فيه. فهل أنت تعاملت معه كما يريد مالكه وخالقه وكما يريد الحكيم العليم الذي بين لك كيف تملأ هذا الزمن وكيف تتعامل مع هذا الزمن، أو أنك رضيت بأن تكون عبدا لهواك وأن يكون الحكم فيما تملأ الزمان إنما هو ما يمليه عليك هواك ونفسك؟ فنجد إذن في القرآن أن القرآن يخبرنا أن الإنسان سيحاسب عن هذا الزمن الذي أعطاه الله عز وجل إياه. أيضا نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن، فنجد في القرآن أن الله أقسم بالليل وبالنهار، وأقسم بالفجر، قال: والفجر وليال عشر، وأقسم بالضحى، قال: والضحى والليل إذا سجى، وأقسم بالعصر، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالله إذا أقسم بالشيء يدل على أنه أمر عظيم، فنرى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن في كتابه الكريم، وذلك ليعطي هذا الإنسان دلالة
على أن الزمن له قيمة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. أيضا نجد في القرآن أن الله عز وجل يذكر لنا قضية الزمن، وأن الإنسان يمر بحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، وأن الدنيا زمن ظرفها، وكذلك الآخرة أيام، ويبين لنا المقارنة، إن يوما عند ربك مقداره 1000 سنة مما تعدون، يوم واحد. الذي يعيش 100 سنة ونرى أن فلان طال عمره حتى وصل 100 سنة، كم عاش بالنسبة لأيام الآخرة؟ 10 يوم، 10 يوم. وأن الدنيا منتهية والآخرة ليست منتهية، ولذلك حياتك بالنسبة لأيام آخرتك كما قال الله عز وجل مخبراً عن الكفار عندما تظهر لهم هذه الحقيقة ويقال لهم كم لبثتم؟ قالوا يوماً أو بعض يوم، عشية أو ضحاها، كل الحياة، لأنه من عمر كأنه عاش 10 يوم، لذلك هي في مقام العشية أو ضحاها. فنجد في القرآن هذه القضية، ولم تذكر أيضا هكذا فقط لمجرد الذكر، لكن ليقال لك أنت أيها العامل إن أدركت أن هذه حياة للعمل وتلك حياة للمجازاة، فاعرف ربك برحمته وبكرمه وبجوده، فجعل الحياة الأقل ميدانا للعمل والحياة الأطول ميدانا للجزاء والمكافأة. فلما تستعجل المكافأة وتفرط في العمل في الدار الأقصى؟ لما تبحث عن الجزاء بما يحرمك عن الجزاء في الآخرة فتستعجل؟ فعندما يقارن الإنسان بين الزمن في الدنيا والزمن في الآخرة فيكون هذا مدعاة إلى أن يرى حكمة الحكيم ورحمة أرحم الراحمين حين كلفك في أقصر الدارين، أقصر الدارين زمنا، وكم في ذلك مدعاة إلى أن الإنسان يعمل ويجتهد، وأن الحياة قصيرة، وأن دار الجزاء طويل أمدها وحياتها لا تنتهي. فيرى الإنسان كمال عدل الله وكمال رحمة الله، ومن ثم لا يمل ولا ييأس. وهذا أمر عظيم إذا تفكر فيه الإنسان وتأمل فيه الإنسان. أيضا مما يتفكر فيه الإنسان هو يقرأ كتاب ربه عز وجل، ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده أن الله أكرمكم بأمرين عظيمين أمام هذه القضية التي هي أقسم الله بها محل المساءلة يوم القيامة، محل العتب عند التفريق. فإن الله عز وجل أكرمنا لمعالجة هذا الأمر أحسن ما يكون بنعمتين عظيمتين. الأولى ما هي؟ نعمة الهدى الذي أنزله الله ليعلمنا كيف نتعامل مع هذه النعمة لتكون نعمة، ويحذرنا هدى الله من أن نتعامل مع هذه النعمة فتتحول لتكون نقمة. فجاء هدى الله
الذي يعلمنا كيف نملأ هذا الظرف، فيكون نعمة، كما أن الله عندما ذكر الليل والنهار ذكره ممتناً على العباد به، فكيف تبقى النعمة نعمة؟ وكيف لا تتحول النعمة إلى نقمة؟ فأكرمنا الله بنعمة عظمى، ما هي؟ هدى. فبالهدى نتعلم كيف نملأ ظرف الزمان، وهذه واحدة. ولذلك ترى في هدى الله سبحانه وتعالى يعلمك الله كيف تملأ وقتك، فعلمك الله هذه العبادات أليست لها أوقات؟ بلى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، إذن أوقات. الصيام أليس له وقت؟ الحج أليس له وقت؟ إذن نجد أن هذه العبادات اكتنفت هذا الوقت. الأذكار أليست وقت؟ ما تقوم به من أمور حياتك، صلة الرحم أليست لها وقت؟ أن تسعى في الأرض وتضرب لأن تكسب من رزق الله وقت؟ وكل هذه الأمور جاءت شريعة الله عز وجل لتبين لك كيف تملأ ظرف الزمان بهذه الأعمال وفق ضوابط تكون تلك الأعمال. إذا جئت يوم القيامة جئت بزمن مملوء بأعمال، الثمن مجازات في زمن أطول ومدته لا تنتهي بسبب ذلك الزمن الذي جئت به عامراً بالطاعات. ومفهوم العبادة وملء الزمن بمفهوم العبادة، من الخطأ والقصور أن نظن أن الذي سيأتينا يوم القيامة في الزمن في دائرة العبادة فقط هو صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة قرآن وذكر. لا، سيأتي كل عمل. إن أكلت من حلال وأردت أن تملأ جوفك لتتقوى على طاعة الله، يأتي وقت ذلك الأكل ليكون عبادة. إن أردت أن تنام فنمت على هدى الله ونويت بذلك أن تتقوى على طاعة الله، فيأتي النوم الذي أخذ وقتاً كذا ساعة، فيأتي يوم القيامة ليكون عملاً امتلأ به ظرف الزمان، فيكون الثمن مكافأة في الجنة وزمان أطول وأمد في الجنة. إن ضاحكت ولدك وإن لهوت مع زوجك بما يوجد المودة والألفة والرحمة، وقت يأتي يوم القيامة ليكون الثمن مجازات في الجنة. إن زرت جارك، إن خرجت من دارك وركبت سيارتك وقصدت أخاً لك في مدينة أخرى، يستغرق ذلك ساعة واثنين وأربع ساعات، يأتي ذاك العمل وهذا الوقت الذي ملأته بهذا الأمر، يأتي يوم القيامة ليكون المكافأة عليه قرب من الله وجزاء في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة أربعة؟ الشهيد النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في طرف المصر في الله في الجنة. في الجنة، والرجل الذي خرج من بيته ليزور أخاً له في بلد آخر فبعث الله له ملكاً في مدرجته، أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخاً لي في هذا المكان. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قدم لك معروف تريد أن تكافئه؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. قال: إن الله أحبك كما أحببته فيه.
أليس هذا العمل أخذ زمناً؟ فيأتي ظرف الزمان الذي ملئ بهذا العمل ليكون ثمناً إلى الجنة. فإذا هذا الهدى الذي جاءنا من عند الله جل جلاله بيّن لنا كيف نملأ ظرف الزمان لتكون المكافأة عليه بزمان أطول في دار أعدها الله عز وجل للنعيم والمجازاة. فهذه النعمة الأولى وهي نعمة الهدى. فهل عرضنا أوقاتنا على الوحي ليعلمنا كيف نملأ أوقاتنا بزاد إذا جئنا يوم القيامة وعرض الحساب وجاءت الأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني وجدنا أنها مملوءة بعمل أخذناه من الهدى، فنؤمل أن يكرمنا الله عز وجل عليه بالمجازات في الجنة؟ كل لهو باطل إلا لهو الرجل مع أهله وفرسه. فإذا نظر الإنسان وبدأ يتأمل في هذا الهدى ليتعلم كيف يملأ أوقات ليله ونهاره بما يحقق له حياة طيبة في الدنيا وبما يحقق له سعادة في الأخرى. أما النعمة الثانية التي أكرمنا الله عز وجل بها أنه اصطفى من خلقه رجلا رباه على عينه وأدبه بوحيه وهداه بهدى من عنده وأظهره للناس نموذجا في ملء وقته بهدى ربه، فكان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. أن تعلم أن هناك من هو النموذج لتطبيق هذا الهدى في ظرف زمانه وحياته، فترى فيه صلى الله عليه وسلم كيف وازن بين أمور حياته كلها، وكيف كان هدى الله ماثلاً في كل صغير وكبير من أجزاء حياته. أليس قد أكل وشرب؟ أليس قد تزوج؟ أليس قد سكن؟ أليس قد تاجر؟ أليس قد صلى وصام؟ أليس قد حج واعتمر؟ أليس قد تبسم وضحك؟ أليس قد جالس وتحدث مع الناس؟ هذه حياته صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء النفر الذين ظنوا أن الزمن وملؤه في حياة المسلم، ظنوا أنه هو أن الإنسان يصوم النهار لا يفطر، يقوم الليل لا ينام، يترك أهله، اختاروا ثلاثة، كل منهم اختار أن يكون الزمن كله في هذه الأمور. بلغ رسول الله ناداهم قال إنني أصوم وأفطر، أقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه النعمة العظيمة التي أظهرت لنا هذه القدوة، فكان نساؤه أسعد الناس به صلى الله عليه وسلم زوجا، وكانت بناته أسعد الناس به أبا، وكان جيرانه أسعد الناس به جارا، وكان من تاجر معه أسعد الناس به بائعا ومشتريا، وكان الناس أسعد به وهم يتعاملون معه في كل ميادين الحياة. الوليدة تأتي تقول تأخذ بيده، الوليدة بنت
أولا امرأة ليست رجل، صغيرة وليست كبيرة، أمة وليست حرة. تأتي تأخذ بيدي يا رسول الله لي إليك حاجة، فيسير معها ولا يتردد، يدعى فيقبل الدعوة، يوضع الطعام فيأكل مما وضع له من الطعام، يلبس ما تيسر له. كل هذه أعمال ملئت مدة حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله وهو ممتثل لهدى الله، وأظهره الله لنا نموذجا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا القدوة الذي رأيناه في عنايته بملبسه، في عنايته بجسده، كل هذه أليست هذه العناية هي وقت وتحتاج إلى وقت؟ إن جلس وتكلم وقت، إن زار وقت، إن أكل وقت، إن نام وقت. فإذن إذا نظرنا إلى هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة التي أكرمنا الله عز وجل بها، فما هو موقفنا منها؟ ما هو موقفنا من الهدى لنأخذ منه كيف نملأ أوقاتنا ونطمئن أننا ملأنا أوقاتنا بهدى الله؟ وماذا هو موقفنا من نعمة القدوة فنرى أننا طبقنا ما أخذنا من الهدى وفق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم ينظرون إليه كيف يفعل، ينظرون إليه كيف يتكلم، ينظرون إلى هيئته، ينظرون إلى أخلاقه، ينظرون إلى عبادته، ينظرون إلى تعامله، يسألون حتى تعامله مع أهله يسألون. والإنسان هل وقف متفكرا؟ هل أظن أنني سأفعل شيء هو أفضل وأكمل وأتم من فعل من سدده الله وهداه الله ورضي عنه وأعلن وأمر البشرية كلها أن تتأسى به؟ هل أظن أنني سأكون وأختار لنفسي أكمل مما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ هل أظن أنني سأكون بحال أجمل وأتم خلقا وهيئة مما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما فعله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما أولئك قالوا ذاك رسول الله ونحن شيء آخر، بمعنى أنهم يريدون أن يجعلوا لأنفسهم هديا وسنة وطريقة ليست هي سنة النبي، فجاء العتاب، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلذلك كيف نقدر هذه النعمة؟ إن تقديرها عندما نرى أين موضع القرآن في حياتنا، وعندما نرى أين موضع السيرة والسنة في حياتنا، أين موضع ذلك؟ قراءة وتعلما ومدارسة. نسأل الله التوفيق والسداد.